يمه يمه حرام عليك يمه، برشام قبل الاكل خلص ما بتقوليليش ليه؟ والله ما له لازمه يا بنتي، هي مصاريف على الفاضي، احنا اولى بالفلوس دي. ده احنا اللي ملناش لازمه وهنفضل كده ملناش لازمه على طول، طول ما بنتك مصره تعيشنا في الفقر اللي احنا فيه ده، فيها ايه يعني؟ فيها ايه لو لينت دماغها شويه لابو الشوق؟ ده بيحبها والله العظيم، بيموت في التراب اللي هي بتمشي عليه، وبعدين بيلعب بالفلوس لعب وهنلعب معاه. والنبي يما ما تنسي تاخدي الدواء، انا رايحه الشغل. كده برضه من غير ما تسيبيلي قرشين اشتري بيهم سجاير بدل الشكوك اللي انا عمال اعمله في الدكاكين ده؟ لا ما هو مش جديد عليك، انت اصلا مديون لطوب الارض. سلام. روحي يا بنتي شغلك، ربنا يوقف لك ولاد الحلال ويبعد عنك ولاد الحرام. 5 جنيه ماشي، اشرب مصري بقى. وانت يتوب عليك من السجاير والمزاج وقعدة الشلة الفاسدة يا رب. بتدي عليا يا ام سماح، الله يسامحك. يا راجل شوف لك شغلانة، شوف لك شغلانة بدل قعدتك في البيت زي الولاية كده. ما انا قاعد يا ام سماح، يمكن تعوزي حاجة كده ولا كده اعملها لك، يعني مفيش حد معانا. والنبي قراري يا سامبو، خلصت الرجل يا ملك. يا استاذ ثانية واحدة وتمشي اهو. صباح الخير يا عبد الله. صباح الفول والفلافل، عامل ايه؟ الحمد لله. فطارك عندي النهارده بقى عشان قرش وملح. ماشي كلام. زيتك ايه؟ حلو. 2 حلو كمان يا سام. جاهزين يا باشا اهو، اتفضل يا باشا. الله يبارك فيك. نهارك ابيض يا استاذ. ناكل هنا ولا في الميكروباص؟ لو استنينا الميكروباص هيبقى غدا مش فطار. طب خد، عندك حق. عمرنا كله ضعف المواصلات. اه. الا صحيح. ايه. مش كنت قابلت ابو عميره قريبك ده وحكى لي كده حاجه غريبه؟ ليه؟ كنت عندك مشكله في البلد وهربان بسببها. هربان؟ اه. دي مشكله بسيطه وخلصتها. وكمان ابو عميره ده بصي هو قريب وحبيبي، بس خلي بالك منه عشان هو ايه، لتات وعجان وخياله واسع قوي. يا جذب. بقول لك ايه؟ الميكروباص تعالى نروح بس اهو. الميكروباص اهو. وفاضي كمان يا ابو رزاق. يلا قبل ما يسحب. بقول لك ايه؟ انت دفعت الاجره امبارح، انا اللي هدفعها النهارده. اجره ايه؟ يا ستي خساره بسيطه، سندوتشات واجره مفيش مشكله.